موال كل شو ميسك ما كتشادو 90 درهم كتبقى ب 85 اللي تياخذ فيها خمسه هان بياسه ناضيه وثمن زوين خوتي محطم الاسعار اكريم زازا مرحبا بكم اللي بغى شي حاجه يتواصل مع الارقام اللي تنخليو لي فريزور داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج المغرب مرحبا والف مرحبا انا شوف لي عاوتاني جوج ديال الطويله ب 65 درهم عندنا هذه ب 65 وهذه ب 65 تشوف خيط شي حاجه زوينه كول عادي كما كتشاهدوا معايا الثمن رابين الالوان لعل كترضى موجودين الالوان كاملين هذه الساعه هذه حتى هي راه فيها بقاو فيها اللوينات ديالها هما اللي ديسبونيبل هذه الساعه هما هادو 4 5 ديال البياسات راه ما بقاتش هذه سالات وعندنا هذه تبارك الله راه كتجي حتى هي طياره غاندوره كتجي على هذا الشكل هذا الجيب ديالها تيجي بحال ما هكا مايل شويه للوسط ودايرين به الشويشات بحال ما هكا ديال الارتيزانات الثوب ديالو خيط بارد وزوين قميص عادي طبيعي ما فيهش شي حاجه فهمتي في هذا الجيب هو اللي فيه ما كله سامبل كم ديالو عادي 98 درهم اللون اللي فيه خوتي هما هادو لي طاي من لارج للدوبل اكس لارج هما اللون اللي فيه هما هادو ثلاثه ديال اللوينات ولي طاي من لارج حتى للدوبل اكس لارج مرحبا والف مرحبا بالنسبه للطويله عاوتاني الناس راه بقاو كيسولون عليها راه كانت سالات قبل العيد وبقاو الناس كيسولوا عليها يا جناه عاوتاني الطويله